ماذا أفعل إذا حاديت الركن اليماني من قريب أو إذا كنت بعيدا عنه؟ هل هناك تكبير؟ لا، الركن اليماني إذا تيسر أنه يستلمه ويكبر فهذا مستحب، وإن لم يتيسر أو تركه فهذا لا بأس به، لأن استلام الركن اليماني مستحب وليس بواجب، فإن استلمه ففيه زيادة ثواب، وإن لم يستلمه إنه لا ينقص من طوافه. أما الإشارة إليه من بعد والتكبير هذا لا يشرع على الصحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.